عشان تبقى انت سيف لازم كل الناس تبقى سيف. يعني ايه؟ يعني ايه يا بيه؟ يعني في كلام تاني، في جملة تانية، عشان تنتهي الجائحة لازم العالم يضع يده في يده. ما تبقاش في دولة بتاخد 85% تطعيم والدولة بتاخد 3% تطعيم. ما هو الدولة دي هتبعتك. فقال لك لو ما حطيناش ايدينا في ايدين بعض no one will be secured except all of us will be secured. توزيع العالم. توزيع العادل، علاج متكامل، ادفع. لان انا عايز مثلا حاجه بقى، حتى لو انت مش هتسجل، لما بقى النهارده شالت الفاكسين لاهلها، راح جالها واحد تاني وهتبني ده لانه بقى اكسباير. فانت لازم العالم يتكاتف. مفيش دوله في المرض، في الجائحه، مفيش دوله غنيه ولا دوله فقيره. لازم الناس كلها تتكاتف ويقفوا جنب بعض عشان هو نفسه يحمي نفسه. بص بيدي جمل، مفيش حد هيبقى سليم الا لو كل الناس بقت سليمه عالميا. مش عندنا الموضوع، عندنا هنا في مصر ممكن نقول للناس توقعاتنا امتى تنتهي الجائحه او امتى يضعف الفيروس بشكل. انا عندي امل بنهايه هذا العام ان شاء الله تكون الامور احسن كثير، احسن كثير. تمام، المفروض نوصل لايه يا دكتور خلال السنه دي للتطعيمات؟ احنا بنتطعم حاليا وصلنا 30%. احنا عايزين كدوله عندنا نفسنا، العالم كله بيقول، الراجل بيقول، يعني ان احنا عايزين نوصل 70%. هنقدر نوصل لسبعين؟ بالمنظر اللي انا شايفه ده ممكن، لان الناس بتتابع ده تشجيع جديد من الاماكن. النهارده وزاره الصحه المصريه يوم 8 يناير اشكر طبعا معالي الوزير ان نزله، اشكر معالي الوزير نزله ان هو نزله دلوقتي في المعادي. يعني اطلقت الفاكسين في المعادي